بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتفرج بها كروبنا وتبلغنا بها مما يرضيك آمالنا وسائر المسلمين. أما بعد، في السنة الثانية من شرح هذا الكتاب نبدأه اليوم، لأن بدأنا في شوال العام الماضي ونحن اليوم في شوال من العام الذي يليه، شوال 1425 هجرية، نوفمبر سنة 2400 ميلادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم هذا الشرح على خير، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به من يحضره ومن يسمعه، وأن ينفع به قائله في الدنيا والآخرة، وأن ينجينا جميعا من ظلمات أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونحن اليوم في تكملة المصطلحات التي يتداولها أهل طائفة التصوف في كتبهم وفي أحوالهم وفي كلامهم، حتى نفهم ماذا كان يدور بينهم. إن لم نعش ما عاشوا، على الأقل نفهم فلا نعترض، أو يكون لهم وجهة في هذا الكلام. فكل أهل فن لهم مصطلحاتهم الخاصة، وهم تفننوا في التخلص من ظلمات النفس ومن الشهوات ومن الهوى، في طريق يقطعونه إلى الله، لا بالمسافة ولكن في النفس. فأنت تقطع الطريق إلى الله لا بقطع المسافات كما هو في الحس، بل بقطع حجب النفس، لأن الله أقرب إليك من حبل الوريد. الذي أشعرك أنك بعيد هو حجابك الكثيف المكون من الهوى ومن النفس ومن الطبع ومن العادات المذمومة ومن الشيطان ومن الأوهام. كل هذه حجب تحجبك، فعليك أن تقطعها في نفسك، فتجده أقرب إليك منك سبحانه وتعالى. ففي أثناء قطعهم لهذه الحجب يمرون بمراحل، من ضمن هذه المراحل ما وقفنا عليه هي الغيبة والحضور. بعد الفناء والبقاء كنا تكلمنا عليها، الغيبة والحضور، بس تعتمد الصفحات حسب نفس النسخة 232، صفحة 232 اللي هي نسخة تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود والسيد محمود ابن الشريف، طابع دار الكتب الحديثة، لان بتختلف حسب الطباعة. الغيبة والحضور، والغيبة من الغياب، يعني كأنه غاب الإنسان عن شيء ما، قد يغيب عن هذا الشيء حسا أو معنا. فإذا غاب حسا أو معنا بحيث أنه لا يدرك ما حوله يسمى قد غاب. وفي الطب أحيانا يسمى غشي عليه، غشي عليه يعني أغمي عليه، كأنه غاب عن الحس أيضا. واحيانا الاغماء يكون الى درجة قوية يسمى الغيبوبة، حتى الى هذه الدرجة انه هو لا يشعر حتى بالالم. ففي الحس موجود اللي هو ان الانسان يغشى عليه، يعني يقول لك مغمى عليه. وقد يحدث ايضا مع كمال حاله اذا انشغل بوارد شديد عليه فيغيب عما حوله، كأن سمع خبرا افجعه فيغيب عما حوله فلا يدرك، او رأى منظرا مهولا ادهشه فيغيب عما حوله احيانا دون ان يصب اي عرض في اجسام في جسمه. فهذا ايضا يمر به الانسان في مراحل. فالغيبة هي غيبة الانسان او السالك الى الله او الولي عما حوله بقلبه
إما لغلبة وارد عليه أو لغلبة معنى قوي جاءه في قلبي استحوذ عليه فغاب عن الخلق. ويلزم من الغياب نوع من الفناء، فالغياب يلزم منه الجمع، كأنه جمع حاله في حال واحد، وهو حاله في هذا الوارد. قد يكون هذا الوارد وارد مشاهدة، يعني وارد وصول مع الله، وقد يكون هذه المشاهدة تكون للصفات، وقد تكون للذات مشاهدة تليق بها. والمشاهدة هنا المقصود بها الوصول إلى معنى من معاني التجليات، لا المشاهدة الحسية المعروفة بالجهات التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تراه هنا أي تعرفه، فالرؤية بمعنى المعرفة. ولذا كثيرا ما يقال العارف بالله، العارف بالله كلفظ. فيلزم من الغيبة الجمع اللي هي بمعنى إياك نستعين في الفاتحة، إياك نستعين. والحضور اللي هو الشهود، هل الحضور هو العودة من الغيبة أو الغيبة عن شيء والحضور في شيء؟ فهي الاثنين في حالة واحدة. فإذا غاب عن الحس مثلا حضر في مقام الحضرة مع الله، فيكون غائب من جهة حاضر في جهة، تحتمل. وقد يكون الحضور العودة إلى ما كان عليه من حال قبل غيابه، مع ما كان عليه من حال مع الخلق، فيكون العودة إلى ما كان، فتحتمل هذا وتحتمل هذا. وتعرف أنت يقصد هذا من خلال كلامه، لأن الكلام له قرائن فتفهمه. لكن الحضور تقتضي معنيين، تقتضي أنه غائب عن شيء حاضر في شيء، لأن الإنسان إذا غاب عن بيته مثلا حضر في المسجد، فيكون غائب حاضر في آن واحد، غائب عن مكان حاضر في مكان آخر. فإذا غاب عن الحس حضر في المعنى، فيكون غائب حاضر. وقد يكون المقصود الحضور إلى الحس مرة أخرى بعدما غاب عنه، تحتمل دي وتحتمل دي. وعلشان كده تحتاج في أثناء قراءتك لبعض أقوالهم أن تتفهم يقصد أي معنى فيه. فإذا قلنا الحضور هو العودة إلى الحس مرة أخرى، فهي نوع من الفرق، فهو نوع من الفرق يقابل الجمع في الغيبة، فهي بمقتضى إياك نعبد. يبقى الحضور هي مقتضاها إياك نعبد إن كانت مقابلة للغيبة في جهة واحدة، وإن كانت في جهتين مختلفتين فيلزم أن كل غائب حاضر وكل حاضر غائب، غائب عن شيء حاضر في شيء آخر، وهكذا. فالغيبة هي غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق لاشتغال الحس بما ورد عليه من وارد. يبقى بما ورد عليه من وارد، واحنا قايلين ان الوارد ده لا اختيار للعبد فيه، بل يستحوذ عليه من الله فجأة بلا انتظار وبلا اكتساب، فجأة يحدث عليه هذا الوارد. ثم قد يغيب عن احساسه حتى بنفسه، لان هو نفسه من الخلق، يعني قد يغيب عن الخلق لكن لا يغيب عن نفسه، فيبقى درجة الغيبة اقل. وقد يكون الغيبة شديدة حتى انه يغيب حتى عن نفسه. بوارد من تذكر ثواب او تفكر عقاب، قد يكون الوارد ده تذكر ثواب او تفكر عقاب. كما روي أن الربيع بن خيثم كان يذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه، فمر بحانوت حداد فرأى الحديد المحمى في الكير فغشي عليه ولم يفق إلى الغد. مجرد أنه شاف الحديد المحمى في الكير عند الحداد وهو رايح في طريقه إلى شيخه سيدنا عبد الله بن مسعود، فقام سيدنا الربيع بن خيثم تذكر حال أهل النار في النار من هذا المنظر، يعني ارتبط في ذهنه بحال أهل النار في النار، فغشي عليه ولم يفق إلى الغد. فلما أفاق سئل عن ذلك فقال: تذكرت كون أهل النار في النار. فهذه غيبة زادت على حدها
حتى صارت غشية، اللي هو إغماء بقى، درجة إن كانوا ينادوا له في وقت الصلوات يا ربيع يا ربيع لا يجيب. يبقى هنا تفكر عقاب، أخذه وارد تفكر العقاب، كان وارد قوي فغشي عليه، زي ما قالوا على سيدنا عمر بن الخطاب كان يسير وهو أمير للمؤمنين في الطريق فسمع واحد يقرأ قرآن فيقول إن عذاب ربك لواقع، فمرض وعادوه أسبوع لما سمع الآية دي، إن عذاب ربك لواقع، أصابه مرض وتوعك مرض فيها أسبوع سيدنا. ومعروف إن المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب، اللي هو لما ألف كتاب الترغيب والترهيب مات موت عجيب، كان يكتب في باب كل باب ويعطي لتلامذته يقرؤونه عليه ما كتب حتى يصحح بعض الأشياء، فكانوا يقرؤون عليه الكتاب الذي كتبه بيده في حال أهل النار، فغشي عليه ومات هو نفسه مع أنه كتبه بإيده، أخذه وارد اللي هو الحافظ المنذري المشهور. فيبقى هذا الوارد اللي هو تفكر العقاب قد يستولي على القلب إلى درجة أنه يقتله بالكلية، يموت يشهق فيموت، أو يمرضه، أو يجعله يغيب فترة ويرجع تاني، أو يكون الغياب شديد أوي إلى درجة الإغشاء والإغماء الكامل وهكذا، ولا يستطيع الإنسان أن يتكلف هذا، دي حاجة بتيجي من الله ما يستطيعش يتكلف. وروي عن علي بن الحسين اللي هو سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده وعن أمهم ستنا فاطمة وروي عن علي بن الحسين أنه كان في سجوده فوقع حريق في داره، كانوا يسموه السجاد، كان يا إما بيقضي حوائجه أو مع الناس يا ساجد بيصلي، سيدنا علي كده يا نايم ما بيعملش حاجة ثانية، فكان عشان كده سموه السجاد سيدنا علي. وكان من أوراده أن يصلي 1000 ركعة في اليوم لله تطوع، دي ورده اليومي، ولذا كان كل الإنسان ما يحب يشوفه لازم يلاقيه ساجد فسموه السجاد. وروي عن علي بن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه ونفعنا الله بهما وبجدهم سيدنا علي وبجدتهم ستنا فاطمة، سيدنا رسول الله كان يقول على ستنا فاطمة في الحديث في جزء من حديث وهي أول من يدخل علي الجنة، يعني أول من يدخل الجنة ويعدها لأهلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده مفتاح الجنة فيدخلها، فأول من يدخل خلفه فيها ستنا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن تكون معها ذريته إن شاء الله وأحباب. وسيدنا علي بقى زوجها مش كده برضه، سيدنا علي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة بيقول لستنا عائشة نادوا لي سيد العرب، قالت أنت سيد العرب يا رسول الله، قال لا أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أما علي فسيد العرب، سيدنا علي ربنا يحرر العراق التي حوت جسده الشريف. وروي عن علي بن الحسين أنه كان في سجوده فوقع حريق في داره فلم ينصرف عن صلاته، فسئل عن حاله فقال ألهتني النار الكبرى عن هذه النار، ألهتني النار الكبرى عن هذه النار. يبقى يجيله وارد لدرجة أنه يغيبه عما يحدث حوله، تصور أنت حريقة في الدار يعني صوات الناس كلها بتصوت وهو في صلاته لا يدري بما يحدث حوله، ده بيصوت وده يجيب مية وده يلحقونا وده والمطافي تيجي والدنيا تتقلب، وبرضه هو في صلاته لا ينصرف مش متكلف لأنه هو كان مشغول بشيء أكبر من هذا. ألهتني النار الكبرى عن هذه النار. يبقى ده مثالين للغيبة بسبب وارد قوي لإيه؟ بسبب تفكر عقاب. إداك مثال سيدنا الربيع بن خيثم ومثال سيدنا علي بن الحسين، وأنا أعطيتك مثال سيدنا عمر بن الخطاب لما مرض عند سماعه إن عذاب ربك لواقع، ومثال سيدنا الحافظ المنذري اللي مات عندما سمع حال أهل النار في كتابه اللي هو الترغيب والترهيب.
وربما تكون الغيبة عن احساسه بمعنى يكاشف به من الحق سبحانه وتعالى. يبقى ما يكونش بقى وارد يعني يستولي عليه، لا، معنى يتضح له، معنى يتضح له كان غائب عليه، فجأة يشرك له معنى يتضح له كان غائبا عنه. ثم انهم مختلفون في ذلك على حسب احوالهم، يختلف الناس طبعا على حسب احوالهم في الغيبة، لان نفس الغيبة حتى على الانسان نفسه بتختلف درجاتها حسب حاله من حال لحال، قد تستولي عليه بالكلية وقد تستولي عليه جزئيا، وجزئيا دي تختلف نسبتها، هل تستولي عليه 50% 100% 80%، او يعني علشان كده تتفاوت وتختلف حسب احوالهم. ومن المشهور ان ابتداء حال ابي حفص النيسابوري الحداد في ترك الحرفة، كان حداده سيدنا ابي حفص النيسابوري، انه كان على حانوته، على هنا بمعنى فيه يعني في حانوته، انه كان على حانوته فقرأ قارئ آية من القرآن، فهو بيسمع آية القرآن وهو في حانوته شغال حداد، فورد على قلب ابي حفص وارد معنى اشرق في قلبه، فتغافل بسبب عن احساسه فادخل يده في النار واخرج الحديد المحمى بيده، فرأى تلميذ له ذلك فقال يا استاذ ما هذا، ماسك الحديد المحمى فيه لانه غاب عن حسه بسبب ايه، انشغاله في المعنى الذي ورد عليه عند سماع هذه الآية. فنظر ابو حفص الى ما ظهر عليه فترك الحرفة وقام من حنوته. يبقى ده جاله وارد اشغله حتى عن النار، وسيدنا الربيع بن خيثم جاءه وارد اشغله بحال اهل النار، فكل واحد يختلف، زي الوارد اللي قال سيدنا علي بن الحسين في سجوده اشغله حتى عن النار التي في بيته لانشغاله بالنار الحقيقية التي اعدها الله لعباده في الاخر، فكل انسان على حسب. وكان الجنيد، فنظر ابو حفص الى ما ظهر عليه لما افاق ولقى تلميذه بيتنطط وبيصوت وبيعمل ايه ده اللي عملته ده يا استاذ، فاق الى نفسه فوجد الحديد المحمى في يده فتركها وترك الحرفة وقام من حنوته ولم يعد بعد ذلك الى العمل في الحرفة، مخافة ان يفتن احد به او هو يفتن بنفسه فيشتهر حاله. وكان الجنيد قاعدا وعنده امرأته، وعنده امرأته، وكان الجنيد قاعدا وعنده امرأته، فدخل عليه الشبلي، سيدنا الشبلي ده مدفون في العراق برضو، كان معاصر لسيدنا الجنيد وكان من تلامذته، قرأنا عنه. فدخل عليه الشبلي فأرادت امرأته أن تستتر، عادي راجل داخل فالمرأة عادية عايزة تستتر، فقال لها الجنيد لا خبر للشبلي عنك فاقعدي، ده هو مش هيشوفك، ده هو داخل مش شايف، تقلقيش، ده هو مشغول بوارد غيبة تاني مش دريان بالدنيا، يبقى وارده يشغله حتى عن الوقوع في المحظورات انه ينظر لامرأة اجنبية، يعني ده وارد، وده دليل على ان سيدنا الجنيد كان يعني انسان مربي يعرف حال اللي داخل عليه. فلم يزل يكلمه الجنيد حتى بكى الشبلي، لما بكى فاق، فلما اخذ الشبلي في البكاء يعني بكى يعني انفعل للكلام الذي سمعه من الجنيد، يعني عاد الى حسه، يعني عاد الى حسه، فلما عرف انه عاد الى حسه قال الجنيد لامرأته استتري فقد افاق الشبلي من غيبته. يبقى ايه، دي احوال بيمر بيها اهل الله كما يمر اهل الدنيا بالدنيا، يعني الناس المتشبثين بالدنيا احيانا يسمع خبر في الدنيا يلهيه عما حوله من شدة تشبثه بالدنيا. افرض انت وانت قاعد مثلا، او واحد من اهل الدنيا، بلاش انت، انت مش من اهل الدنيا ان شاء الله، من اهل الدنيا والاخرة عشان ربنا يجعلها في يدك لا في قلبك. لما يبقى واحد متشبث بالدنيا ويجوا يقولوا له الحق انت كسبت مليون دولار، بلاش جنيه بقى مصري عشان ده غرق، خلينا في الدولار دلوقتي، قالوا له انت كسبت مليون دولار، ده ممكن يقوم يرقص 10 بلدي وهو راجل محترم شايب كده في الشارع وهو اول ما سمع الخبر،
يعني يغيب حتى عن ايه، عن حس ان هو في مكان لا يليق انه يعمل الحركه دي، مش بتحصل. طب بتستعجبوا ليه مع اهل الله بقى؟ ليه الناس بتستعجب مع اهل الله؟ اذا كنت انت بتشوف كده في اللي هو مسيطرة عليه الدنيا سيطرة كاملة وعايش فيها، لما يسمع انه كسب مكسب كبير او خبر عظيم، تبص تلاقيه يعني يجيله نشوة ينسى نفسه، قد يخلع هدوم، ممكن يخلع هدومه كمان، وممكن تبقى النشوة دي شديدة عليه لدرجة انه يجيله قلبه يقف من الفرحة، وممكن يغيب تماما عن الحس، وما يغيب عن الحس يقول للي قاعدين حواليه اقرصوني اقرصوني انا صاحي ولا عايش، اقرصوني. مش بتسمع الحاجات دي؟ طب ما ده اهل الدنيا بيعملوا كده، انت مستعجب ليه بقى مع اهل المعاني واهل الله اللي هو بيتضح لهم من المعاني ما لا يباع ولا يشترى لانه لا يقوم بمال. فلما يتضح له معنى لا يقوم بمال كان غائبا حتى عن كل الخلق فاوضحه الله، من شدة فرحه قد يغيب في المعنى ده، وقد ينتفض ويقوم يرقص فجأة كده في وسط الناس. ايه ده؟ زي ما قام سيدنا جلال الدين الرومي هو قاعد في مسجده في وسط الناس، لما فتح عليه فجأة بصوا له، قام ساب الدرس حط البتاع ولع العمة وقعد يرقص في وسط الناس، سيدنا جلال الدين الرومي. يبقى غاب حتى عن حسه، يعني زي ما بيحصل اهل الدنيا اهل الله بيحصل لهم كده لما يزداد فرحهم. فيعني المسألة ما تتعجبهاش، يعني واقعة وانت بتشوفها كل يوم، وقد تحدث لك انت نفسك. لما تبقى انت مش مذاكر وقاعد في كلية مخلل في سنة 3-4 سنين، وبعدين داخل الامتحان ومجاوب وحش، وبعدين بعد ما تبان النتيجة يقول لك الحق نجحت نجحت، تقلع هدومك وجزمتك وعمايلك وتقعد تتنطط ايه في الكلية. مش بتحصل؟ تحصل. والناس ما تعبش عليه، يقولوا عادي ما فرحان، سيبوه يا اخي ده راجل فرحان. كذلك اهل المعاني قد يفرحوا بالمعنى فيعملوا الحكايه دي، بس لانك انت مش شايف، لان الحكايه باطنه فيه فانت مش شايف، فبتستهجن تقول ايه ده، عمل ايه، جرى له ايه ده. هو ما يهموش بقى انت بتقول ايه، هو يهمه انه ربنا حط ايده على حاجه هامه كبيره، زي الحاجه المهمه بتاعت الدنيا اللي انت تفرحك دي هي فرحتك. فما تتعجبش اما تقرا مثل هذه الاشياء. ايه بيو بيعملوا كده في جون الاهلي اكتر. ده درجه راجل طلق مراته عشان مراته كانت زملكاويه باينه، وهو كان اهلاوي، وبعدين جاد الزمالك غلب حمار ولا غلب. فلم يزل يكلمه الجنيد حتى بكى الشبلي، فلما اخذ الشبلي في البكاء قال الجنيد لامراتي استتري فقد افاق الشبلي من غيبته. كل دي انواع لناس دونت غيابهم، دون غيابهم، لكن الامه كلها قد يحدث لكل انسان في حاله في مرحله من مراحل حياته هذا الامر قد يحدث، لكن ما دونوش، بس يعني يحدث له كده ويعدي، بس هو ما دونوش، لكن دول لانهم اشتهروا فدونت كل احوالهم لانهم اشتهروا، ربنا جعلهم مشهورين، فاراد الله ان يدون احوال اهل الله عليهم ويجعلهم هم نموذج لاولياء الله، نموذج فقط، وليس هم كل اولياء الله، لان اولياء الله لا ينتهوا، اعداد لا تنتهي، بل هم عددهم قيل انه ثابت، اذا مات واحد ربنا يرقي واحد يخليه معاه مكانه، لان عددهم لا ثابت، لولا شيوخ ركع واطفال ردع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صب. فالشيوخ الركع هم الاولياء، لولا ان اللي فينا اولياء وفي امه النبي اولياء لا كان نزل العذاب كده. ودي كانت شايف الجراد او بيحاول يطوف حوالين الحدود، فربنا ينجينا. سمعت ابا نصر المؤذن بنيسابور وكان رجلا صالحا قال كنت اقرا القران في مجلس الاستاذ ابي علي الدقاق بنيسابور. سيدنا ابي علي الدقاق شيخ سيدنا عبد الكريم القشيري صاحب الرسالة القشيرية التي نقرأها الآن، رضي الله عنهم جميعا ونفعنا بهم وبعلومهم. فبيقول لك أبو نصر المؤذن ده كان صوته جميل، فكان يفتتح مجلس سيدي أبو علي الدقاق بقراءة بعض آي الذكر بصوت جميل، وينهي المجلس برضه بقراءة بعض آي الذكر. فأكيد بقى سيدنا أبو علي عرفه، ده بيفتتح له المجلس وينهيه.
وقت كونه هناك، وكان يتكلم في الحج كثيرا فأثر في قلبي كلامه. ده ايه؟ ابو نصر المؤذن بيقول لما سمع سيدنا ابو علي الدقاق يتكلم الحج كثيرا اثر في قلبي فاشتاق انه يحج. فخرجت الى الحج تلك السنة وتركت الحانوت والحرفة، وكان الاستاذ ابو علي رحمه الله خرج الى الحج ايضا في تلك السنة، وكنت مدة كونه بنيسابور اخدمه، وكان فترة اعاده في نيسابور كان هو اللي بيخدمه ويقرأ له القرآن، يعني اكيد في معرفة، واواظب على القراءة في مجلسي. فرأيته يوما في البارية في طريق الحج قبله، تطهر ونسي قمقمة كانت بيده، بعد ما توضى نسي الاناء اللي بيتوضى بيه لوارد غيبة حصل له فنسي ومشي. فحملتها فلما عاد الى رحله وضعتها عنده فقال جزاك الله خيرا حيث حملت هذا، بيشكره. ثم نظر الي طويلا كأنه لم يرني قط وقال رأيتك مرة، فمن انت؟ اللي هو كان قاعد معاه ايه سنوات، يبقى دليل انه استولى عليه يعني وارد غيبة، حتى انه حتى مش عارف الناس اللي عاشروه مدة طويلة. فقلت المستغاث بالله صحبتك مدة وخرجت عن مسكني ومالي بسببك وتقطعت في الفاز بك، والساعة تقول رأيتك مرة، ده انت اللي خلتني عملت ده كله وسافرت السفر ده كله. كل ده نماذج لأهل الله الذين غابوا عن الحس بسبب وارد أو معنى طرأ عليهم بسبب ما فتح الله به عليهم من تجليات. وأما الحضور فقد يكون حاضرا بالحق، لأنه إذا غاب عن الخلق حضر بالحق، يبقى هنا جايب لك الحضور مقابل للغيبة، غاب عن الخلق والحس فحضر في الحق، فهمت؟ يبقى ايه يحتمل المعنى، يبقى غائب حاضر في آن واحد، كويس؟ غائب عن الحس حاضر في المعنى. فقد يكون حاضرا بالحق لأنه إذا غاب عن الخلق حضر بالحق، على معنى أنه يكون كأنه حاضر، وذلك لاستيلاء ذكر الحق على قلبه، فهو حاضر بقلبه بين يدي ربه تعالى. فعلى حسب غيبته عن الخلق، أنا مكتوبة عندي خطأ الحق، مكتوبة عندك إيه؟ لا صلح فوقيها ما تشتبش حاجة. فعلى حسب غيبته عن الخلق، ده الأصح يعني في المعنى، يكون حضوره بالحق، فإن غاب بالكلية كان الحضور على حسب الغيب، يعني بقدر غيابه عن الحس بقدر حضوره في الحق والمعنى، لأن الحق في المعاني لأنه مش في الحس. الله سبحانه وتعالى في دار الحس لا يدرك سبحانه وتعالى. تدرك صفاته، أثار الصفات فقط، حتى الصفة نفسها لا تدرك، يدرك أثار الصفات وأثار الأفعال فقط، لكن لا تدرك أنت الصفة ذاتها، كيف تكون فاعلة في كل هذه المتعددات في آن واحد؟ صفة واحدة لها صور متعددة، صفة واحدة لها تجليات متعددة، فهو أحد فواحد فصفات بأثار متعددة، وهي المسألة كلها واحد. فالإنسان في حال الحس قد يتشوش بالنظر إلى الأكوان لتعددها، ولكن إذا انصرف إلى المعنى اجتمع حاله وهمه الى اصل هذا التعدد، فيجد الاصل واحد فيجمع همه، فيسموه الجمع، عشان كده جمع همه، بطل التشتت، لان التشتت فيه تفرقة. فعلى حسب غيبته عن الخلق يكون حضوره بالحق، فان غاب بالكلية كان الحضور على حسب الغيب. فان قيل فلان حاضر فمعناه انه حاضر بقلبه لربه، غير غافل عنه ولا ساهل، مستديم لذكره. قد يكون مكاشفا في حضوره على حسب رتبته بمعان يخص الحق سبحانه وتعالى به، يعني تجليات، لان الذات تجلياتها لا تنتهي، فتجليات الذات على العبد في قلبه على حسب حاله مع ربه. ف
فتجلي هذا الولي غير تجلي هذا الولي، وتجلي هذا النبي غير تجلي هذا النبي، وتجلي هذا الرسول غير تجلي هذا الرسول، وأعلى تجلي هو ما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد يتفاوت التجلي بتفاوت الحال والمقام للإنسان نفسه، فتتفاوت التجليات. ولذا كل الناس الذين يدخلون الجنة يرون ربهم يوم القيامة في الجنة، والكل يرى ربه على حسب مقامه وحاله بتجل خاص به، فلا يراه رؤية واحدة ولكن بتجل يناسب مقامه وحاله مع ربه، لا رؤية عينية فقط، بل هي رؤية تشمل العين والحس والقلب والمعنى كل في آن واحد. فإن قيل وقد يقال لرجوع العبد الى احساسه باحوال نفسه واحوال الخلق انه حضر، ده المعنى الثاني للحضور، يبقى نقول غاب عن الحس ثم حضر الى الحس، يبقى عاد. المعنى الاول غاب عن الحس فحضر في المعنى، واضح؟ المعنى الثاني غاب عن الحس فحضر الى الحس، عاد الى ما كان عليه. وقد يقال لرجوع العبد إلى إحساسه بأحوال نفسه وأحوال الخلق إنه حضر، أي رجع عن غيبته، فهذا يكون حضورا بخلق، والأول حضورا بحق. وقد تختلف أحوالهم في الغيبة، فمنهم من لا تمتد غيبته تبقى لحظة أو ساعة أو نص ساعة أو خمس دقائق، ومنهم من تدوم غيبته يفضل على طول غايب كده ويمشي في الشوارع يقولوا ايه الجذب، الراجل بقى مجذوب، ايه ده انا كان كويس، يبقى مش طايق يعيش مع الناس، يعيش مع الحيوانات في البريه وما يعيش مع الناس، يعيش في التراب مع الاموات ومش عايز يعيش مع العايشين، خلاص من كتر ما استأنس بالمعنى استوحش بالحس، فاصبح الحس عنده يوحشه وحشه شديده. شوف انت ازاي تأنس بالحس فلا تأنس الا بوجود الناس معك. هو لما انتقل من الحس الى المعنى صار الحس عنده وحشة وصار المعنى عنده انس، ولذا تجده لما يستولي عليه هذا الانس يأنس حتى بالوحوش البرية ولا يخاف منها. احد الاولياء الكبار سيدنا علي الخواص كان مرة ساجد في البرية فجاء اسد عبده وقف عليه، وقف عليه وهو ساجد ما رفعش دماغه من السجود، كان غايب خالص، فتعجبوا. بعد يومين قاعد في زاويته لقوا برغوت بيقرصه بيتنطط، يقولوا له سبحان الله بقى اسد ما تتحركش وبرغوت تتنطط. قال لما غبت عن الخلق بالله لا استوحش من شيء، ولما ردني الى نفسي اكون اضعف ما يكون فيقلقني هذه الحشرة. يبقى هم ليهم احوال، لما يغيب عن الحس تماما وينصرف الى المعنى تماما ولا يرى الا الله فاعلا كل الحاجات دي ولا يبص لها، لكن لما يرد الله سبحانه وتعالى، وعلشان كده قالوا اذا ايه اذا عدنا الينا عطل ذلنا ذل ايه ذل اليهود، يعني من كتر ما نبقى أذلاء لأن بقينا بنفسنا والإنسان بنفسه ذليل، وإذا أخذنا إليه تهنى على الملائكة حتى، واخد بالك ده، وعلى الخلق أجمعين، يعني لأنه غاب عن الكل في الله. فكل دي أحوال. وقد تختلف أحوالهم، فمنهم من لا تمتد غيبته ومنهم من تدوم غيبته. تدوم غيبته بقيت عمره يفضل كده طول عمره، وبعدين ممكن ربنا يرده تاني يقعد كده شهر ويرجع تاني البيت وعياله والوظيفته، وممكن يقعد اسبوع وممكن خمس ايام ويوم واحد وهكذا، كل واحد على حسب نصيبه. وقد حكي ان ذنون المصري بعث انسانا من اصحابه الى ابي يزيد اللي هو سيدنا ابي يزيد البسطامي، كانوا معاصرين لبعض، لينقل اليه صفة ابي يزيد. فلما جاء الرجل الى بسطام سأل عن دار أبي يزيد، فدخل عليه فقال له أبو يزيد ما تريد، أنت عايز مين؟ فقال أريد أبا يزيد. قال من أبو يزيد؟ هو أبو يزيد بيسأل على نفسه، يعني حتى غايب عن نفسه.
قال من أبو يزيد وأين أبو يزيد؟ أنا في طلب أبي يزيد. فخرج الرجل وقال هذا مجنون. ورجع الرجل إلى ذنون فأخبر بما شهده، فبكى ذنون وقال أخي أبو يزيد ذهب في الذاهبين إلى الله. ومن ذلك الصحو والسكر. برضو ساعات يقول لك ان ده صاحي وده سكر وده يعني شغل من غير خمر، بقى خمر حسية، دي خمر المعاني، خمر المعاني اقوى في السكر من خمر الحس. والصحو والسكر، فالصحو رجوع الى الاحساس بعد الغيبة، والسكر غيبة بورد قوي. طب ما هي زي الغيبة، ما احنا قلنا لسه الغيبة، الفرق. لكن الغيبة قد تكون هذا الوارد فيه وارد جلالي فيه خوف، وقد يكون فيها وارد جمالي فيه أنس. السكر يكون للأنس فقط، تبقى غيبة بأنس، والسكر غيبة بوارد قوي. والسكر زيادة على الغيبة من وجه، وذلك أن صاحب السكر قد يكون مبسوطا إذا لم يكن مستوف في حال سكر. شوف أنت السكران في الحس، احنا شفناهم ما جربناش الشغلانة دي، الحمد لله ربنا ما يكتبهاش علينا. اول ما ياخد له كاس واثنين وثلاثة يبتدي يجيله نشوة كده، ينتشي ينبسط، وبعدين لما يشرب اكتر يغيب اكتر لحد ما يبقى طينة زي ما بتشوفهم في التلفزيون كده، واخد بالك. فالتاني بقى السكران في المعنى، معنى جمالي فيه نوع مؤانسة ظهر له، فيجيله برضو ايه نشوة قبل ما يتشبع بالمعنى زي التاني، بس ده بالمعنى. قد يكون مبسوطا إذا لم يكن مستوف في حال سكره، وقد يسقط إخطار الأشياء عن قلبه في حال سكره، وتلك حال المتساكر. المتساكر اللي هو لسه مسكرش قوي، اللي هو ابتدأ المعنى يظهر له في صورة يسموها بواده، هتيجي حاجة اسمها البواده اللي هي فجأة بارق كده ويختفي، بارق ويختفي، فيبتدي يتأثر بيه ويرجع تاني، فيبقى زي المتساكر غير السكران. فيكون للإحساس فيه مساغ، عشان كده المتساكر الإحساس فيه مساغ، إنما السكران مش حاسس باللي حواليه خلاص. وقد يقوى سكره لزيادة أو لدرجة إن يوصل للغيبة اللي احنا كنا بنتكلم عليه، إنه يغيب بالكلية. فربما يكون صاحب السكر أشد غيبة من صاحب الغيبة إذا قوي سكره، وربما يكون صاحب الغيبة أتم في الغيبة من صاحب السكر إذا كان متساكر غير مستوفي. يعني إذا كان متساكر غير مستوفي ثم زاد الوارد اللي جاءه لا ليغيبه بنشوة بل يغيبه بخوف، فينتقل من التساكر إلى الغيبة، لأن بينهما عموم وخصوص. لكن صاحب السكر نفسه إذا غاب في سكره قد يكون غيبته أشد من صاحب الغيبة اللي هو قد يأتيه وارد خوف عقاب، لأن تملي المتساكر وارده جمالي مش جلالي. والغيبة قد تكون للعباد بما يغلب على قلوبهم من موجب الرغبة والرهبة ومقتضيات الخوف والرجاء. والسكر لا يكون إلا لأصحاب المواجيد. المواجيد يعني أشياء يجدونها في قلوبهم من معان تطرأ عليهم لا تحصل بطريقة، يعني لا يستطيع أن يكتسبها بل تباغته فجأة من الله، يجيله كده. فإذا كوشف العبد بنعت الجمال حصل السكر. يبقى لازم السكر ما يجيش إلا بنعت الجمال مش بنعت الجلال. نعت الجلال يجي معاه القبض، والقبض قد يؤدي بعد ذلك الى الفناء، والفناء نوع من انواع الغيب. لكن السكر الجمال بيجي بالسكر والنشوة والبسط، وبعد كده اذا زاد قوي يوصل لمرحلة بقى قد يدي عكسه، يصحى بقى، يصحى وهو في كمال نشوته، هنيجي بعد كده نشوفها في الصحة. فإذا كوشف العبد بنعت الجمال حصل السكر وطاب الروح وهام القلب،
وفي معناه أنشده، فصحوك من لفظي هو الوصل كله. يعني كأن ربنا بيتكلم على لسان الحضرة، هنا بيقول شعر على لسان الله عز وجل، واخد بالك؟ بيتصور ان الله بيكلمه وهو في احواله بين الصحو والسكر، فبيقول لعبده فصحوك من لفظي، يعني من خطابي او من قولي، هو الوصل كله، وسكرك من لحظي، يعني من ملاحظة جمالي، يبيح لك الشربة. اذا لاحظت الجمال تزداد شربا فتزداد سكرا، واذا لاحظت الالفاظ والخطاب تزداد صحوا لادراك المعاني الخطاب. فاللفظ يقتضي الصحو لادراك المعنى، ولكن الغياب في المعنى ادراكه بغير لفظ اللي هو الجمال نفسه يقتضي الشرب اكثر فيقتضي السكر. فصحوك من لفظي هو الوصل كله، وسكرك من لحظي يبيح لك الشرب. فما مل ساقيها وما مل شارب، عقار لحاظ كأنه يسكر اللب. عقار ده اسم من اسماء الخمر يعني. فما مل ساقيها، لان الله جواد هو الذي يسقي، وربنا كريم يديله ما يملش، ان الله لا يمل حتى تمل. فما مل ساقيها وما مل، هو الشارب نفسه الولي الذي فتح عليه باب الجمال ما يشبعش من الجمال. فما مل ساقيها، يعني من قطع جوده ولا كرم ولا وارده سبحانه وتعالى. وما مل شارب، عقار لحاظ، يعني اسم من اسماء الخمر، يعني كأنها خمرة فيها ملاحظة الجمال مع الجلال. كأسه يسكر اللب، يسكر اللب يعني يغيب الحس. كل دي اشعار قالوها لما شعروا بمثل هذه المعاني في طريقهم الى الله، وتجدها كتير في ديوان التائية لابن الفارض، وتجدها كتير لجلال الدين الرومي، ليه اكثر من 4000 بيت شعر كتبهم في حلقة في احوال الغياب وغير ذلك، كانوا يقولوا شعر موزون وهم في حال الغياب، فكأن الله يجري عليهم المعاني موزونة. وانشدوا فاسكر القوم دور كأس، وكان سكري من المدير. يا الناس اللي بتسكر بتسكر من الخمرة، لكن هو سكره كان من اللي بيوزع الخمر. يعني سكر بالفاعل مش بالفعل، ده شغلانة تانية، ده موال تاني. يعني واحد كان يسكر بالوارد، والتاني يسكر بالذي يورد. فاهم؟ فهمت الله يعني واحد سكر بالنعمة والتاني سكر بالمنعم. ها؟ احوال بقى تانية دي، فكل واحد بيبقى ليه حال. بيقول فأسكر القوم دور كأس، يعني كأس يدور، يعني بيسكروا بالشرب. وكان سكري من المدير، اللي بيدوره هو اللي سكرني، اللي هو رب العالمين الفاعل، فعال لما يريد. فهمت بقى المعنى؟ يبقى هم حتى نفسهم اولياء، كل واحد ليه مواجيده المختلفه، واخد بقى؟ كل واحد ليه مواجيده على حسب درجته، لان الولايه نفسها درجات، وتجليات المعاني درجات. وانشدوا سكران، سكر هوى وسكر مدام. سكران دي مثنى، يعني سكران مش سكره واحده، ده سكرتين. سكران سكر هوى وسكر مدامة، فمتى يفيق فتى به سكران. لو فاق من ده مش هيفوق بنت، ده هو سكران بسكرين، سكران من الخمرة ومن الساقي نفسه، من خمر المعنى ومن خمر المتجلي بالمعنى. فهمت ازاي؟ سكران بنعمة التجلي وسكران بالمتجلي. فاذا فاق من النعمة مش هيفوق من المنعم، وإذا فاق من المنعم مش هيفوق من النعم. أدي فهمت المعنى يعني؟ طيب ربنا يدوقه لك. سكران، بس أنا خايف لو دوقه لك يرفدوك من شغلك، هيقولوا عليه الراجل ده مش مظبوط كده، مش هينفع يشتغل. لي سكرتان، طيب. لي سكرتان وللندمان واحدة، برضه سكرتان هنا مثنى، يعني سكرة برضو بالنعمة وسكرة بالمنعم، مش كده برضو؟
لي سكرتان وللندمان واحدة. واللي قاعدين معايا كده اصدقائي دول بيسكروا حاجة واحدة، لكن انا بقى سكران بحاجتين، شيء خصصت به من بينهم وحدي، انا بس بالذات اللي سكران بالحاجتين دول، هم سكرين بحاجة واحدة، سكرانين في النعمة وانا سكران في النعمة والمنعم، فاذا فقت من النعمة مش هفوق من سكرة المنعم، يعني لا اغيب عنه لحظة. وانشدوا سكران، سكر هوى يعني سكر حب في الذات، وسكر مدامة وشكر نعمة للنعم والمنعم، فمتى يفيق فتى به سكران. يعني ده استفهام يسموه استفهام استبعادي، يعني بيستبعد انه هو يفيق. واعلم ان الصحو على حسب السكر، طبعا الصحو ان هو يرجع للاحساس تاني مثلا ممكن، وقد يكون الصحو بمعنى سكره عن شيء وصحوه في جهة اخرى تحتمل، زي في الغيبة والحرور، فاذا كان سكره شديد يكون صحوه شديد، واذا كان سكره متوسط يبقى صحوه متوسط، كل على حسب. واعلم ان الصحو على حسب السكر، فمن كان سكره بحق كان صحوه بحق، ومن كان سكره بحظ مشوبا كان صحوه بحظ مصحوبا. لان في ساعات الانسان يبقى في حظ نفسه، يرى سعادته في هذا المعنى الذي اشرق الله له، فيرى نفسه وحظ نفسه ما زالت موجودة، وقد تكون ليست له نفس بالكلية، يعني ليس له حظ بالكلية، لانه هو حظه هو مراد ربه منه، فيبقى بتختلف دي على دي. ومن كان محقا في حاله كان محفوظا في سكره. لما يبقى حاله بقى في حق، لما حتى يسكر ما يفوتوش الصلوات، ما يفوتوش، ما يعملش المعاصي وحتى هو سكران، طالما هو اصلا ولي بحق، فيقوم ربنا يحفظه حال غيابه بسكره، فلا يفعل المعاصي ولا يتجرأ. لكن لو سكره جه وهو حاله كان مختلط، فممكن تختلط عليه الاحوال. وعلشان كده يعني في بعض الاولياء اللي كان حصل له نوع من السكر وكان مختلط في حاله في الاول، ما كانش كامل التصفيه، فاختلط في حال سكره فاعترضوا على الناس. وعلشان كده هم انواع كتيره، ما تقدرش، مش عشان واحد حصل له يعني نوع من هذا النوع معناه كل الاولياء كده، لا، لان كل واحد على حسب حاله ومقامه. والله 2400 انا قلت كده. لا والله سرحان، قلة نوم تقول 2400 يا خبر ابيض. ربنا يكرم يا سيدي. ومن كان سكره بحظ كان صحوه بحظ مصحوبا، ومن كان محقا في حاله كان محفوظا في سكره. والسكر والصحو يشيران الى طرف من التفرقه، تملي كده، لان السكر ملاحظه النعمه، يعني في تفرقه، انما الجمع ملاحظه المنعم فقط. وبعدين الصح انك انت تعود مره اخرى الى ما كنت عليه، برضه ملاحظه التفرقه. فالصحو والسكر فيها باب الفرق. واذا ظهر من سلطان الحقيقه علم فصفه العبد الصبور، الهلاك يعني. اصل خد بالك، شوف الايه بتقول كل شيء هالك الا وجهه. هالك دي اسم فاعل، يعني هالك في الحال، كل شيء هالك في الحال، في الحال. امال احنا فين؟ احنا في توالي الامداد، لولا تمالي الامداد لكان كل شيء هلك فعلا، ما يبقاش موجود. يبقى الآية دي بتتكلم على الحقيقة، كل شيء هالك إلا وجهه، بتتكلم على الحقيقة مش على الاستقبال، ده فعلا كل شيء هالك في الحال دلوقتي، لولا إن ربنا سبحانه وتعالى بيبعت المدد في لحظة، ومن توالي الإمداد لا تشعر أنت بمرحلة الهلاك. فهمت؟ بسبب سرعة توالي الإمداد،
فبتستشعر ان الوجود مستمر، في حين ان الوجود في انيات الامداد هالك غير موجود. فهمت المعنى؟ وعشان كده اذا ظهر سلطان الحقيقة كان حال العبد ايه؟ يرجع لاصله، عدم. كل واحد يرجع لاصله، كل واحد يرجع لأ. مش يقولك على الاصل دور، على الاصل دور. عايز الحق؟ اذا فتشت الاكوان لا تجدها شيئا، اذا فتشتها بالحقيقة لانها تجدها هالكة، لانها غير قائمة بذاتها، بل هي قائمة بمقيمها، مستمدة من واردها الذي يورد اليها مدد. فاذا وقف المدد تبقى غير موجودة، يبقى هي متوقفة على الممد، فيبقى الحق بحق هو الموجود بحق، وكل ما عداه هالك. الذي نظر الى المسافة بين انيات الامداد وجد ان لا الله ولا شيء معه، والذي ظهر الى توالي الامداد وجد خلق وخالق. فهمت ازاي؟ وجد الخلق والخالق. انت نفسك بمفهوم الطب، بلاش نتكلم بطريقة الدكتور زغلول النجار عشان الناس بتحب ايه تفهم بطريقة الدكتور زغلول النجار. انت الوقت اللي قاعد قدامي كده مش انت اللي من الشهر اللي فات، خدت بالك؟ كل اجزائك اتغيرت واجزاء جديدة تانية اتكونت، مكونات خلايفك كلها، اذا كانت احماض امينية، اذا كانت احماض دهنية، اذا كانت معادن، اذا كانت بتاع، ليها دورة لفتها ونزل جزء منها التراب وجزء تاني اتكون من اول وجديد وعمل بني ادم تاني غير اللي كنت موجود. وكل جزء فيك ليه دورة كده، بيعيش مدة معينة ويموت ويجي غيره ويجي غيره. عظمك كده بيتجدد، كل خلايا تتجدد ويجي غيرها. دمك كل شوية يتجدد ويجي غيره. طب نمسك الدم عشان التجدد فيه سريع. كرات الدم الحمراء بتعيش 120 يوم، وفي اثناء ال 120 يوم دي كمان مكوناتها جواها بتتجدد، لكن بعد 120 يوم هي نفسها بتنتهي ويجي غيرها. لكن في اثناء ال 120 يوم مكوناتها بس اللي بتتجدد، لكن هي موجوده، واخد بالك؟ لكن بعد 120 يوم جه غيرها. يبقى انت دمك اللي بيجري في صفائح الدم اللي بتجري في دمك دي كل 6 ساعات بتتجدد. عارف انت الملي السنتيمتر المكعب من الدم في ربع مليون صفيحة دموية، ربع مليون صفيحة دموية، ده في المتوسط، في ناس اكتر في ناس اقل. تصور انت الربع مليون صفيحة دموية دي كل 6 ساعات بيكون غيرهم، كل 6 ساعات طول ما انت عايش كده. ده يعني انت طول النهار قاعد بتتجدد، انت بتتغير، مش انت، انت مش انت. يعني انت بتموت وتصحى كل لحظة، بل هم في لبس من خلق جديد. طيب الغشاء المخاطي اللي في فمك ده، من اول الفم شفتك جوه الحاد الشرج، مشوار طويل بيمشي فيه الاكل والريق لحد ما يخرج تاني، يمر على المريء والمعدة والاثنى عشر والامعاء الدقيقة، وبعدين الامعاء الغليظة، وبعدين بعد كده على الاست والشرج، ومع السلامة يروح بره ويدخل تاني في صورة غذاء اخر. الغشاء المخاطي ده بيتجدد كل 24 ساعة غيره، كل 24 ساعة. يعني اللي في بقك ده غير اللي في بقك امبارح، ده الغشاء اللي هو زي الحرير ده اللي في كل الغشاء ده المبطن ده، ده غير بتاع امبارح، وبتاع امبارح غير بتاع اول امبارح، بتاع اول امبارح غير بتاع، وهكذا. يبقى انت كل يوم بتموت وبتصحى وانت مش دريان يا مسكين. ده انت الموت اقرب اليك من شراك نعلك، افهم بس انت مش واخد بالك. ادي طريقة الدكتور زغلول النجار، يعرفك انك هالك الان، كل حاجة فيك بتموت وتصحى في ان واحد. شعرك ده قصته كم مرة وبيطلع تاني؟ اللي طلع ده جديد، واللي اتقص مات. ده وفرك دي عملتها، طبقات الجلد دي اللي عليك دي، طب اقف في الشمس كده واعمل كده، هتبص تلاقي غبار الجلد الميت وقع ويجي لك جلد تاني، واخد بالك ازاي؟ يبقى كل شوية انت كلك بتتجدد، انت كلك متغير، انت هالك، واخد بالك ازاي؟ فلما يتجلى على الولي هذا الوارد يستشعر هذا المعنى، فلا يرى موجود الا الله. فاذا سئل
مين اللي هناك ده؟ قول الله. مين اللي هناك ده؟ الله. مين اللي هناك ده؟ مين اللي في الجبة؟ الله. يعني هو لا يقصد الله بذاته حل في الجبة، يعني لا موجود بحق في أي شيء إلا الله، واخد بالك؟ وهو معكم أينما كنتم، فأينما تولوا فثم وجه الله وهو أقرب إليه من حمل الوريد. أدي المعنى، مش المعنى حلول ولا المعنى اتحاد ولا المعنى حاجة، لأنه كيف يحل القديم في الحادث؟ محال، محال، لأن أنت أصلا ليس لك وجود بذاتك، ده أنت هالك وهو قائم بذاته سبحانه، فكيف يحل القائم بذاته في الهالك؟ محال. فهمت المعنى؟ علشان كده بعض الأولياء لما قالوا كده زي الحلاج ظلموه، واللي ظلموه مين؟ قضاة المعتزلة، لأن المعتزلة كانوا هم اللي مسيطرين على الحكم أيامها في الفترة دي، ما كانوش فاهمين المعاني دي، كان العقل يغلب عليه، ودول ناس عاشوا في المعنى وفي التجليات، فكانوا يقولوا كلام ما يخلش على قضاة المعتزلة، فقالوا هاتوه، ده بيقول بالحلول، ده بيقول ربنا حل في الجب، هاتوه اقتلوه اذبحوه، طب ما انتوا كده خدمتوه، ده هو كده خلاص استريح منكم، مش هيشوف خلاقكم تاني، استريح خلاص. وعشان كده بيقول ايه؟ واذا ظهر من سلطان الحقيقة علم فصفة العبد الثبور، تستشعر انك هالك فعلا، تستشعر انك انت لا تستغني عن ربك طرفة عين ولا اقل من ذلك. شفت النبي بقى صلى الله عليه وسلم، لان النبي اكمل الناس معرفة واكمل الناس ادراكا للحقيقة، بل هو العبد الحقاني وهو الخليفة الحقيقة الحقيقي الذي اراده الله لنفسه وللخلق صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول ايه؟ لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك، يعني ولا فيمت سكند. فيمت سكند دي اقل حاجة زمنية عرفها الناس الان في العصر ده، الفيمت سكند دي اللي هو قدر يخترق حجاب الزمن المعروف اللي هو احمد زويل الى زمن تاني ضئيل جدا، فيصور في الزمن الضئيل جدا ده انه في عالم بيتكون في هذا الزمن الضئيل جدا ده الذي لا تدركه انت، اللي هو اللحظة الثانية دي قسمها لواحد على مليون جزء، وابتدى بعد كده يصور في جزء من المليون جزء من الثانية، فوجد ان في عالم خلق بيتم في هذه اللحظة، يعني الخلق مستمر والوفاة مستمرة ومدد الله مستمر في كل اللحظات وفي كل الانيات. انظر الى عظمة ادراك النبي لهذا المعنى، لا تكني لنفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك. هو العرب كنت تعرف اقل من ذلك؟ ده طرفة العين اقل من الثانية، والعرب ما تعرفش اقل من كده، عشان تعرف ان النبي ادرك ولكن لم يمتحن بما تعي العقول به، فلم نرتب ولم نهم. من كماله انه قال كلام لا يحدث منه خلل في المعنى في اي مرحلة من مراحل الادراك، ودي من كمال النبي، بحيث انك كلما ارتقيت في الادراك ارتقيت في معنى كلام النبي الى معنى اعمق، وكلما كنت في الادراك اقل كلما فهمت معنى من معاني كلام النبي لا يكر على الشريعة بالبطلان. لكن الاولياء لم يعصموا كعصمة النبي، ولذا قالوا كلام كر على الشريعة بالبطلان، لانهم لم يستطيعوا ان يعبروا التعبير النبوي المعصوم الذي به يحفظوا الحقيقة والشريعة في آن واحد، ولذا أساءوا فهمه. فبيقول إيه؟ وإذا ظهر من سلطان الحقيقة علم فصفة العبد الثبور والقهر، وفي معنى أنشده إذا طلع الصباح لنجم راح تساوى فيه سكران وصاحي. إذا طلع الصباح بنور التجليات، لما يجي نور التجليات وإظهار المعاني للناس سواء الكل بقى يشوفها معنى واحد يراه، معنى واحد يشعر به، اذا طلع الصباح يعني بنور تجليات القلوب لنجم راح، يعني لكأس من الكؤوس التي راحت تشربك المعنى فتستشعره، تساوى فيه سكران وصاحي، فلا يختلف الناس. لما تيجي احنا دلوقتي هنختلف ان الشمس طلع، ما يطلع كل الناس شايفاه لان خلاص طلعت النجم، انما لما تبقى غائبة عن ناس وظهر عند ناس نقعد بقى نتخانق، انا شايفها ظاهرة وانت شايفها غايبة، انا اقول لك ظاهرة تقول لي لا غايبة،
تقول ده الراجل سكران ولا ده الراجل ده مجنون، ونقعد نتخانق معاه نمسك خناقه. لكن لما يطلع المعنى كله امامنا كلنا يستوي بقى كل الناس، خلاص مفيش خلاف. وعشان كده عند خروج الروح لما تعود الامور تاني الى عالم الامر وعالم المعنى كما كانت من الاول، تجد ان ايمان الكافر كايمان المؤمن، خلاص مفيش خلاف بقى، هيتخانقوا مع بعض تاني؟ مش هيتخانقوا، خلاص بقى. فكشفنا عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد. قال تعالى وادالك مثال، لان اذا ظهر تجلي الحق يعود كل شيء الى العدم كما كان يتدكدك. جبالك من القرآن. قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. سيدنا موسى مع جلالة قدره ومع رسالته خر صعقا، لم يتحمل نوع تجلي، وليس كل التجلي ده نوع تجلي، مقيد، تجلي مقيد. والجبل مع صلابته تدكدك. هذا مع رسالته، هذا اللي هو سيدنا موسى مع رسالته وجلالة قدره خر صعقا، وهذا مع صلابته وقوته اللي هو الجبل صار دكا متكسرا. والعبد في حال سكره بشاهد الحال، وفي صحوه بشاهد العلم. يعني في حال سكره يستولي عليه الحال، لكن في حال صحوه يستولي عليه العلم، والعلم فيه نوع إدراك فيبقى فايق. إلا أنه في حال سكره محفوظ لا بتكلفه. في حال سكره إذا كان سكره بحق يبقى محفوظ لا بتكلفه لكن بحفظ الليلة، لأنه هو ليست له إرادة ويتكلف به. وفي حال صحوه متحفظ بتصرفه لأن له نوع إدراك، فصار يتحفظ في حال صحوه بتصرفه. والصحو والسكر بعد الذوق والشرب، ونقف على الذوق والشرب، كان بودي نقوله بس الوقت جري معي، لأنه هو مرتبط باللي فات. إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.